والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سيكون موضوع محاضرتنا بإذن الله تعالى: لماذا تقسو قلوبنا؟ يا رسول لمن لن يهون مكنيات من يهون لباس سن من يبقى طبت مكنيات እንግዲህ ልብን በተመለከተ የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ምክንያቱስ ምንድነው? ኢንሻአላህ በዚህ መሐደራው የምናያቸው የልብ ድርቀት ምልክቶች ገጽታዎችን ለማናቸው ሰዎችስ ምንድናቸው? ለዚህ ደግሞ ፈውስና መድኃኒቶች ምንድነው የሚለው እንደኛ ለማየት እንሞክራለን። فالقلب هو موطن الإدراك والعلم من الإنسان وهو المخاطب والمطالب والمعاتب وهو مكمن المشاعر من الشد والبغض وهو موضع الإيمان والكفر والإنابة والإصرار والطمأنينة والاضطراب وهو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله والمحجوب عن الله إذا استغرق بغير الله. للزمان فهو موطن الإدراك والعلم يجن الزادي የውጭ ቦታ ነው። የሰው ልጅ ያቃል ይረዳል ይገነዘባል የሚባልበት ቦታ ልብ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደነገረው ብዙ ጥያቄዎችን ደግሞ የተጠየቀው የተፈለገበት የሚወቀሰው ካልሰራ ያው ራሱ ልብ ነው። وهو مكمن المشاعر የስሜት መቀበሪያ ነው። من الحب والبغض የጥላቻ እንደዚሁም የውዴታ ስሜት መገለጫና መቀበሪያ ነው። وهو موضع الايمان والكفر የእምነትም አንድ ታምናለው ካለ የሚያምነው እችላለው ደግሞ ካለ ከሃዲነቱ የሚገኘው ቦታው ላይ ነው ልብ ነው። والإنابة والإصرار የጸጸትን ቦታ የመቆጨትን ቦታ እንደዚሁም ደግሞ በወንጀል ላይ እገፋለሁ ብሎ ቁርጥ ውሳኔ የሚወስድበት ቦታ ቢሆን ቢኖር ምንድነው ልብ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ወጥመአኒነት ወልጥራብ የመረጋጋትን እንደዚሁም ደግሞ ግራ የመጋባትን ቦታ ልብ ነው የሚሆነው። وهو المقبول عند الله اذا سلم من غير الله ከአላህ ውጪ ካሉት ከአላህ አካል ከአላህ ሌላ ካሉት አካሎች ሁሉ ቀርቶ ከአላህ ጋር ብቻ ከተሳሰረ ተቀባይነት ያለው ቦታ ነው ልብ ማለት። ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊከለከል ይችላል? ይህ ልብ ከአላህ ውጪ በሌላ አካል በዛ አካል የተመሰጠ ከሆነ ማለት ነው። በዛ ከአላህ ውጪ ባለ ሌላ አካል ልቡ ከገባ ሌላ ውዴታ ከገባበት ለሌላ ቦታ ካስያዘው ከአላህ ረህመት የሚርቅና የሚጋረድ ነው የሚሆነው። አሁንም ልብ ማለት وهو مصدر سعادة الإنسان إذا زكاه صاحبه بل ከቤቱ ካጠራ የደስታው ዋና ምንጭ ነው የሚሆነው። والشقاء إذا دنسه ودكاه እንደዚሁም ደግሞ የድል ቢስነቱ ምንጭ ነው የሚሆነው። ምን ካደረገው إذا دنسه بالمعاصي ودسا بونجل خاطر ششو بونجل إدس بونجل إدس اندي مولا اندي مولا خاطر رجو يأجل لدي سنته من سنه ضد مالك. وقوام صلاح الجسد منوط به يعم داتان نستقاك المعمار ما بجد نقوم يعم سرس راسو برد بلايو يتن ألف سرس. فهو الموجه والمخطط الموجه مالك ያው መሪ ስነው ተጣኒ والمخطط እቅድን የሚያወጣ እቅዳው ሱራሱ ልብ ነው። والأعضاء والجوارح تبع له የሰውነት ክፍል አካላቶች ደግሞ ልብን ተከትለው የሚመራቸው ልብ ሲሆን ተከትለው የሚመጡት ደግሞ የሚከተሉትና የሚተገብሩት ማናቸው የሰውነት ክፍሎች ናቸው። إما عين وإنما ምላስ ሊሆን ይችላል የሚተገበረው እጅ ሊሆን ይችላል እግር ሊሆን ይችላል የተለያዩ የሰውነት ክፍሎቻችን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ነው
يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده. لب نقص ميلا يسول نتع على تشجن مو يلب بشراي تشنسه. فإذا طاب الملك طابت جنوده. من جسو سامار الناس ركونا شراي تشه اللو تريهنا اللي. وإذا خبث الملك خبث الجنود. من جسو مريض لجنسو يتبلعش كهنا مدفو كهنا شراوية تسهلو مسكو يوماني. لذين أظن ويراني من سعالي تنفجر ماركي وصلاح الفردي لمن من يوم جلة ابن استفاكل منوط لصلاح قلبي بل ابدو ما استفاكل لأن يتنسأل السلف لمن من يوم جلة ابن يسو تستفاكل والقرون ميبالو لبو تروسهن مطفونه يتبلعش لهم يبانه لبو يتبلعش جبي ناوت سنوارده. لذي النو ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رسول مناله: ألا وإن في الجسد مضوع ألا وإن في موال بسو الناس نسك عن بسكرات شدال لسال. إذا صلح الجسد كله يقرات شدائي تستفاد لنا مارتوني بجتونا يسوون لك أصل هلو يجي أمر اللب. وإذا فسدت فسد الجسد كله يهلب بك كبال الشيء وإن يقرات شدائي كبال الشيء يسوون لك هلو يبدأ الشرع. ألا وهي القلب أرسموا الصامد الدماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اتفق عليه. سلزينه لبد يبالغ تلك بوتا يمشتو تلك بنت يمشتو مالتنا. وهو أيضا وعاء الأعمال الذي يمدمو يسرع تنتنو يسرع إطعان شرع ميزو من هذا الوصن يحملها وينطبع بآثارها شرع يمشتو الذي يمدمو بالله ومدر سبت قريت النافانا تكون يمياد ربتنا للدمار. عند قال لمثالي عند سو ترو وقع خاسي هذا ترو نجر خاسي هذا وزاقه ترو شتاي نورا ترو بانكي نورا ينعم النجر خاسي هذا ويابغى المال يا هذا النجر ينعم الله كونه خشاكات كونه تكر كونه حق أوراق تكر المال. إذن فيذكر صلاحه أو فساده يعني لبك أمة ما مبلاشت يميونه بحسب صلاح الأعمال أو فسادها. عند سراوت راسنا عند سراوت بلش في النتي إلا التالما لكم وبتقلب سلوك العبد وأخلاقه يعني قلة سنة مقبارنا فبعوا عندما لا عوضه له بتلا عوضنا بترجى لربتك وتر تتقلب ظواهر قلبه وحالاته بين السلامة والمرض والسعادة والشقاء. ترى يلبو جلس قلتها يلا عوت أدلا يلو من يتعيك أيرا سلام عيمون النار السفن يامون أدلنيا موننا أدل بسمون بالنزل من يتعوك إلا السلام عليكم. وبحسب موافقة الأعمال لشرع الله جل وعلا إيان بلدو صراط الله سبحانه وتعالى شرع عذاب سنفتمو بدأت ملك النامة البمو وكثرتها وقلتها عند شراء بجات النار وإخلاصها عند شراء الصغار تكون رفقته وخشيته يلبو من لك على شناء يلبو مدرك مثل بزار من لك مخلص بون القطر لبو يرى الله لبو يسسى لبو يلتل شيء مثل لك المالك مشير بون القطر دمو مشرك بون القطر شرك بصر القطر مليوني مثل لبو أي درك أي من يموت مثل. والقلب كالبدن يمرض كما يمرض البدن وشفاؤه التوبة. لبما نتبجنو لبك الله عقل من إلى عندك إنك عقل يتوليج سوني عقلو من يتمم كله لب يتمم يتوليج جمو عقلو مدعني سنبالو كله للبجن مدعني تو توبة مينا. ويصدأ كما تصدأ المرآة وجلاؤه الذكر لبك مستوى سندمي كوشي سنة درة سندمي زد كله
ልብን ይዙጋል ይቆሽሻል የልብ መወልወያው ምንድነው አላህን ያስተውሽ ነው ይክ ከማሩ ያ ذلك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول صلى الله عليه وسلم بتجلصلين معناتنا ويعرى كما يعرى الجسم يسونت عقال عندهم الراقص كله يلصقوا من الراقص عندهم يشل كله لبن الراقص وزينته التقوى يسونت جيتو شنو ما فيه عندنا لبس عندنا لبس بيونه كله يلب دمو لبس الله المسرات من جيتو شنو ما فينا ويجوع كما يجوع البدن سونت هذ عندهم الراقص كله يرابل وطعامه وشرابه كاريلد قلبوا مقبولنا مدسته لنو المعرفة اللهم أمر والمحبة اللهم أمرد والتوكل بالله لا جنساتنا والإنابة بس ولسوا من ملكنا أمر سكتنا إدريك لديزان السميس إن دا خلوا الكرت هذا وأمراض القلب كثيرة يلب بشتاوش الجذبة عام بركتنا بدون الشر وهي تختلف حسب نوع المؤثرات التي تحيط بالقلب لبن أكثر بور فتنو من ناسا دروس ميتا بزا انصار إلا وطان إلا يبشتاو مثلا إلا يبشتاو عندما بشتاو كيسو مت أكال بشتاو تراسوس من ملك كتاتشو بأندي يميت الرسو يمنا من من رشتاو صال عندما بشتاو دمو ألا يتبالع أميدم ألا يتبالع يتبالع يمنا الكلتن يبشتاو نتال وزنا تنمرو ጥሩ መልካማት መስሎ ይያዳፈነ ጀሚደልን ማለት የበሽታ አይነቶች ይለያያሉ። አንዳንድ በሽታ መጠነኛና አነስተኛ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ በሽታዎች ደግሞ ከፍተኛ ይሆናሉ። ልክ እንደ በሽታው ተጽኖና እንደ በሽታው ከባድነት ይለያያል። የልብ በሽታ ድርቀት መጠንና ልኩ وكلما قويت المؤثرات የልብ ተጽኖ በሽታው እየጨመረ በመጣ ቁጥር على القلب ذلك بلل كلما قوي المرض በሽታው እየጨመረ በመጣ ቁጥር ምን ይመጣል በልብ ላይ ያለው ተጽኖ እየጨመረ እየጨመረ ይመጣል ወስደ ይጠነክራል حتى يغلف القلب ልቡ እስከሚታሸግ እስከሚቆለፍበት ደረጃ ይደርሳል ወይስ ብርሃኑ እንዳለ እንዲጠፋ እስከሚደምስ ደረጃ ይደርሳል ወይቀሰል ወይطبع عليه ይታሸግበታል ይቆለፍበታል ويزيغ عن الحق حق يشفال مريضنا وعندها الذي شعفنا من ينال تكون حالة موت القلب يلب موته ليتان ليت ينال التي هي أسوأ الحالات بقع واسكفيونا بقع واسكفدارنا بقع واسكياميونا منيتا يفتتها اللب لاي مريضنا لمن؟ لأنها تنقل صاحبها من الإيمان إلى الكفر بشتاو إيتان الكرسة نتا يزيش لبن باسبيت وريت يشرب دراوي በሽታው እየተነከረ ድርቀቱ እየበረታ ከመጣ ከኢማን ወደ ክህደት ይወስዳል والعياذ بالله وتجعله في مرتبه البهائم والعياذ بالله فان شخص درجه من ما يقدروا الشفاء لتزيل الاكل وينه ان شاء الله الناس انديتغير يادرغال ومن اشد هذه الامراض الذي بشتاوت اجد بطان تنكرى النادر فيونس التي تصيب القلوب لذلك كان يجنون بشتاوات متاكل مرضوا أسوة القلب والعياذ بالله يلد مدرس بشتانه لذلك كان يجنون لذلك كان يجنون وهم لذلك 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 كان يجنون بشتاوات وهم لذلك 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 كان يجنون بشتاوات عندنا ونا هلاقوا دركتنا والعياذ بالله وهو مرض خطير تنشأ عنه أمرام بطعنا لذلك بشتانه يلد دركت بشتاوات والعياذ بالله بذي نبذ الجد بشتا يتنسى بذور الشتا وش يقلو وتظهر له أعراض إن بذي مدمو يتلعيو يبشتا من التتش بدل يتحيى إلا ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله الله عز وجل نقع يا ركو سلامه يا درجو كانون بستكرة من سلامه يكون وأخذ بالأسباب الله يسكن نتلة سنسدر ያዘን አይተጠቀመ ሰው ካሉና በስተቀር ከዚህ የልብ ድርቀት በሽታ ፍጹም ወዲድን ሊተርፍ አይችልም አላህ ሰላማው ያደረገውና ሰዎችን ያዘን ሰው ካሉና በስተቀር ወተባሩ ቁጡረተ هذه المرض من خلال هذه الايات የዚህ በሽታ አደገኝነት ግልጽ የሚመጣው አሁን ከሚገለጽልን ወደፊት አያዎች ግልጽ ሆነልናል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala القران يقول تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك هي كالحجارة أو أشد قسوة الله عز وجل
ስለነዛ ሰዎች ሲናገር ልባቸው እንዲለሰልስ ብዙ ጥያቄዎችን አቅርበው ብዙ እርምጃ እንዲወሰድላቸው ፈልገው ተወስዶላቸው ገዳይ ማን እንደሆነ ታውቆ ከዛ በኋላ ግን አላህ ምን አለ? ثم قشت قلوبكم من بعد ذلك ልባችሁ ከዚያም በኋላ ደረቀች ይላል አላህ ልባችሁ ደረቀ ሰያ ሰልሂዳዋ ያስተተተተተ በኋላ من بعد ذلك ይላል ሰያ ሰልሂዳዋ ከዛ በኋላ እስከ እንደ ድንጋይ ሆነች አው አሰድ ቀሽዋ ወይም ደግሞ ከድንጋይ የበለጠ ከድንጋይ የባሰ የበለጠ ደረቅ ሆነ ልባችሁ ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ አው بمعنى بل እንዲያውም ከድንጋይ የበለጠ እደረቀ አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ويقول سبحانه ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله اهم من قال نقدر دين سوچ حقين قلاچو እንጂ ነገር ስለም ደለት ሙከራ ማጥራት ይደረግ እንጂ ولكن قست قلوبهم ነገር ልባቸው ደረቀ አለ አላህ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يسرت ينبروا نفس في سرا ደሞ شيطان اجيتنا اسمر الاسئلة ويقول الذي يمن الى الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله النزياء لبات شو يا الله ذكر في وسا يا الله ذكر في النساء لبات شو يما الى سلسو سوش لبات شو يما الى سوش ويو الله شو يرى الله سبحانه وتعالى يا الله سمشي وسا لبو يا لسلسة يا الله سمشي النساء لبو يا رسلسة جبت منوان ويل ثم ويل له أولئك في ضلال مبين من الله ويقول فطال عليهم الأمد فقشت قلوبهم لجوم لي يا الله بدور الزمن باتشو لباتشو للرجعية حق سمسمع علم سمسمع نصيب سمسمع لعلك ونتنى كونوا يا الله صوت مخلص كونوا صوت دا فنصيب بمراقاتشو مخلص كونوا كونوا صوت دا بمراقاتشو لباتشو للرجعية إلى الله سبحانه وتعالى خذابوا على جديو شرد مالكنا وأبعد القلوب من الله تعالى القلب القاسي فلبس كله جد وقام يراك لبنالك من دنه فالله سبحانه وتعالى ذن يدرك لبنه والعياذ بالله هذا النجي له من دنه يعمل السكن النجي له من دنه يمياس عيون درك لب مدرك يبال ودشتا نكرتا بقام كباد النا عدلنا عندهن لو يمن الرد فلذي فتعال معي أخي الحبيب وأخت الحبيبة لنقف على مظاهر هذا المرض وأسبابه وطرق علاجه إذن يزيد الشتاء قلت من الكتج إن لزيهم دموا مكناتوا تشناء نفسه ومن دنيا يميلون لما يت إن مكر السيلة عبران يكون منا أشتيكم مغلل عبران الناسنا من من يوم بشتاء بشتاء لننورو ملك كتل بشتاء ما عنده شو شهر لمشاري بردين متى وإن يقاتي نرال ياس أسكال وإن دمو يحصلوا يهونا إيه يبرد بشتاء ملك كتل እንደዚህም ደግሞ ጉንፋን የያዘው የራሱ ምልክት አለ። እያንዳንዱ በሽታዎች የራሱ መገለጫ ምልክት አለው። ልክ እንደዛ የልብ ድርቀትን መገለጫ ምልክቶች አሉት። እንደዚሁም ሰበቦች አሉት። መድኃኒትም አለው። ኢንሻአላህ በሂደት እያንዳንዱን ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያ መባህሩ ቀስወቱል ቀልብ የልብ መድረቅ ግልጽ ምልክቶች ግልጽ እይታዎች ምንድናቸው ምልክቶቹ ልብ ለመድረቅ የቀስወቱል ቀልብ አዕራብ ወመዛሂር ተድል عليها ልብ ለመድረቅ ልባን ደሰው ልቡ ደርቋል ለመባል የሚታዩ ልዩ ልዩ ምልክቶች አሉት ይላል ልዩ ምልክቶች አሉት وهي تتفاوت من حيث تطورتها واثرها على صاحبها ببالتبيتو عدل من مثلينا ببالتبيتو بالمتقدر تصنو يلايال ይላል يبلالقال يلايال ومن اهم هذه المظاهر كنزي بلط ملكتوش ما بالصوت متكل عندنا التكاثر عن الطاعات واعمال الخير وخاصة العبادات مجمدا مسانة مالتنا عبادا كمسرات يا الله تعالى كمسطن مسانة خير سران كمسرات مسانة بتلي بتلي عبادا كمسرات مسانة وربما يفرط في بعضها عندن بجهير المو عندن بلاي سنسنا بالتائر الرساء بمبار يالسائر هنا فالصلاة مثلا ومثاليها الصلاة يؤديها مجرد حركات لا خشوع فيها من المرداقات لله بعد انتصف قاتي بعد قاها اصن السلو ينبلو صلاة المسجد لمثالي سنبدو الكاس جلس مركتوش عند النوم بل قد يضيق بها بل اندام اندام نجري اندام نسوي كامل يولان لبو يدرقل لبو يتعي يعني يتنان نكال يضيق بها مالك صلاة المسجد
ልቡ የሚጠንቀው ሰው ስንትና ስንት ነው? ከአነሁ ፊ ሲድን ልክ እስር ቤት ያለ ይመስላል። ምን አይነት እስር ቤት? ዩሪዱ ቀዷሃ ቢሱርዓ የእስር ጊዜውን በፍጥነት ማጠናቀቅ የሚያስብ ማጠናቀቅ የሚፈልግ ይመስላል። አንዳንድ ሰው ሶላት በሚገባበት ጊዜ ይህ ከተከሰተ የልብ ድርቀት ግልጽ ምልክት ነው ማለት ነው። ከማ አነሁ የተሳቀል አን አዳኢ ሱነን ወነዋፊል ሱና የሆኑ ነገሮች ነዋፊል የሆኑ ነገሮችን ፍርስና የሆኑ ነገሮች ፍርስ ዒባዳ የሚያገኝባቸውን ዋጅብ ከሆኑ ነገሮች ውጭ ያሉትን ለመስራት ልክ እንደሚጫጫ ነው ሁሉ ነ ወየረ ልፈራኢደ ወልዋጅባት እነዚህ ግዴታ የሆኑ ነገሮች አለቲ ፈረደሃ አላሁ ዐለይህ አላህ በሱ ላይ ግዴታ ያደረገበትን እንደምን አድርጎ ይቆጥራል? ከአነሃ አስቃሉን የኑኡ ቢሃ ባህራ ወገቡን የሚሰብር ሸክም ይመስላል ማለት ነው። ልክ ሸክም ይመስላል የተጫነበት ሸክም ያን ሸክም ለማውረድ ቶሎ የሚጻደስ ይመስላል ማለት ነው። ፈየስረዑ ወሊሳኑ ሓሊሂ የቁል ሲጻደስ ይታያል በዒባዳ ላይ ለምሳሌ ሰላት ላይ ሲገባ ሰላትን እየሰገደ ሲጻደስ ይታያል። ልክ ሁኔታዊ አንደበቱ ምን እያለ አርታሕ ሚንሃ ቶሎ ልገላገል ቶሎ ርዕ ይህም ሸክም አውርጄ ልገላገል ይችላልና አንድ ሰው አንድ ሸክም ከተሸከመ እንዴት ነው የሚሆነው? አንድ ኩንታል ቢሸከም ካቃተው ወገቡን ካመመው መሸከም ከተሳነው እንዴት ነው የሚሆነው? ተንደርድሮ መጥቶ የቱ ጋር ልጣል እንኳን ሳይል ወዲያውኑ ይጥለዋል ማለት ምን ነው ስትለው በቃ አልቻልኩም ይላል። ልክ እንደዛ አድርጎ ሶላትን መስገድ ለናሙና ሶላት ይጠቀስ እንጂ ሌሎችን ዒባዳዎች እንደዚሁ ግዴታን ለመወጣት ብቻ እየተጫጫ ነው መወጣት። ይህ ራሱ የልብ ድርቀት ግልጽ ምልክት ነው ይላል። ወልዒያዙ ቢላህ وقد وصف الله المنافقين الذين قست قلوبهم لباكي يدرقوا منافقين الله سبحانه وتعالى الذي يقول السؤال فقال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وده صلاة عمتهم يتسرعتنا يتسنف بهم انجي اندوز يوم دمو لا الله دلق يون مشوات النتيون ويك الآوات يون النجر تطوطها إلى الجسم إلا يتألو بهم انجي أي قصفات شو بهم انجي ما هي إلا جزية إيالو إتشان دنيا وندار مال ما هي إلا جزية جزر انجي من النار اللي هي إيالو بسكان دان دسوة سندر جاينك عبابا دان دسانا الزور بجل لكن دزاتك أتنونو ينشر في الله سبحانه وتعالى فمن كان حاله فمن كان حاله في الصلاة هكذا فليفتش نفسه وليعالجها قبل أن تموت نفسي اللي فتش الجبان من يوم بالنسب بصلاة لايه يتورد كي زينك مثل كورما بقرآن لايه يهون علم في ما يهون ودع عبادات اللي مقبط بمن من يوم عبادات ذات عملة يمسان السمك يسموك هنا يهي من رافقوش يدبات كي يدبرت لنا يتعمل مصوش من السفنة ونا راسات شمي من تقبط الجبانة تزيه من ناجم البت من جيمة اللي قال لبنا وقال بذيهم الله من علاء وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ወደ ሰላት ሲሰግዱ የመጀመሪያ ምንድን ነው ያለው? ወደ ሰላት ሲመጡ አመጣጣቸው ራሱ የተሳነፈው ነው የሚመስለው። ወደ መስጊድ ሲሄዱ በግድ ነው የሚራመደው፣ ከቤቱ በግድ ነው የሚወጣው። ለነገሩ ምናፍቅ እንዳይባል እንደዚህም ደግሞ መስጊድም ዘግቶ ተመሳሳይ ባህሪ ይኖራል። ሰላትን ለመስጊድ ሲነሱ ልክ ሲያስቡ የተሳነፉና የተሰላቸው ሆነው ታያቸዋለህ ይላል። ያዛጋል፣ ይጫጫማዋል፣ ኢማሙ ማነው ይደበግማል፣ ጥሩ ፈጣን ነው ወይ ከደለም ቀርፋፋ ነው ይላል። ከዛ በኋላ ይተካከላል። ከዛ ይሄ የልብ ድርቀት ግልጽ ምልክት ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ዓለም ተአክር በአያት ቁርአን ወልመዋዒዝ የአላህ ቁርአን ሲነበብለት ምንም ተጽዕኖ አያሳድርበትም። ለሱ ስለ ጀሀነም መቅራትና በቁርአን ላይ ስለ ጀሀነም መነገሩና ስለ ጀነት መነገሩ ለሱ ምንም ለውጥ የለም። አንድ ነው ከአነሁ ከልጃሚድ ልክ ዝዑዝ አካል ይመስላል ማለት ነው። የማይደገር የማይናገር ምንም ነገር ተጽዕኖ የማያድርበት ይመስላል ማለት ነው። ቁርአን አያ በሚቀራረብ ጊዜ በሚላወጥ ጊዜ በሱ ላይ ምንም አይነት ተአፍር አለማሳደሩ ይህ ራሱ የልብ ድርቀት ምልክት ነው ይላል። ወልዒያዙ ቢላህ እንደዚሁም ምክርን ሲሰማ አለመመከሩ አለመገሰጡ ማለት ነው። በአጠቃላይ ግሳጤ ሲመጡለት ምክር ተብሎ ሲመከር ሲዘከር ምንም አለመምሰል ምንም ለውጥ በሱ ላይ አለማየት ይህ ራሱ የልብ ድርቀት ምልክት ነው። ሰወይትና አያት አያት አልወዒድ ወልወዒድ የዛቻም ጥሩ ቃል የተገባለትን ጀነት አለለህ ገሀነም አለ የሚለውንም አያ እንዳለ ይሰማል። ፈላ የተአሰር ምንም ተጽዕኖ አያድርበትም በሱ ላይ ምንም ፍሪ ፋና የለም በሱ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አታይበትም። ፈላ የተአሰር ወላ የቅሸዕ ቀልቡህ ወላ የቅቢስ ምንም አይነት ልቡ አይተነፍስም ማለት አላህን አይፈራም። ትንሽ እንኳን ለአንዳታ እንኳን ለውጥ የለበትም። ከማ አነሁ የቅፈዱ አን ቅራአት ልቁርአን ሰምቶ
ይዘናጋል። ልክ እንደምንድነው ቁርአንን መቅራት እንደማይፈልግ ሁሉ እንደሚዘናጋል ነው። ወአን ሰማዒ ቁርአንን ከመስማት ወየዲ ይስተቅለን ወንሽራፈን አን ልክ ቁርአንን ሲሰማ ምንድንያለው ሲከብደው ይታያል። የሆነ የታሸገበት ይመስላል። ጆሮ ላይ የሆነ ነገር የተሰነጨረበት የገባበት ይመስላል። እንደዚሁም ደግሞ ጀርባ ሰጥቶ ሲሄድ ይስተዋላል። ይህ ራሱ የልብ መድረቅ ምልክት ነው፣ በሽታ ምልክት ነው ይላል ወልዒያዙ ቢላህ። ወአን አላህ ተዓላ የቁል አላህ እንዲህ ከማለት ጋ ተዘክር ቢልቁርአን መን የኻፍ ወዒድ ይላል አላህ ዐዘ ወጀል። የኔን ዛቻ የኔን ማስጠንቀቂያ የሚሰራውን በቁርአን ገጽቶ ምከረው አስታውሰ ይላል አላህ። በቁርአን የምታስታውሰው ማን ነው? ቁርአን የኔን የኔን ዛቻ የሚሰራ ሰው ነው ይላል አላህ። የኔን ማስጠንቀቂያ የኔን ጥፋት የሚሰራ ሰው ነው። ወአማ የማይሰራ ለሱ ጨዋታና ቀልድ ይመስለዋል። ቁርአን እየተቀራ ይስቃል። ቁርአን እየተቀራ ቀሪው እያለቀሰ እሱ ሲስቃ ሲሰጥ ሲያስካካጠ ምንም አይመስለውም ማለት ነው። ለሱ ደንታ አይሰጥም። ይህ የልብ መድረቅ ምልክት አንዱ ነው። ወለያ ብላ ወመዳህ አላሁ ልሙእሚኒነ ቢቀውሊህ። በአንጻሩ ግን ንጹሐን የሆኑ ምእመኖችን አላህ ሲያወድሳቸው እንደዚህ ይላል። ኢነመ ልሙእሚኑነ ለዚነ ኢዛ ዙኪረ ላሁ ወጅለት ቁሉብሁም ወኢዛ ትልየት ዐለይሂም አያቱ ዛደትሁም ኢማና ወዐላ ረቢሂም የተወከሉን ይላል አላህ። ኢነመ ልሙእሚኑነ ሙእሚኖች ማለት ለአላህ ስም ሲወሳ ልባቸው የሚፈራና የሚርበተበት ተዕዚመን ሊቀድሪሂ ጀለ ወዐላ የእሱን ትልቅነት ከማረጋገጥና ከማላቃቸው የተነሳ ሊአነሁ የዕሪፉነ ወዩቀድሩነሁ ሐቀ ቀድሪህ አላህን ስለሚያውቁ ተገቢውን ክብር ይሰጡታል። ስለዚህ ልባቸው ይርበተበታል የእሱ ስም ሲወሳ አላህ ሲባል ይንቀጠቀጣሉ። የአላህ ስም ሲነሳ ልባቸው ይፈራል። ምን ይለን ይሆን እንዴ? የአላህ ስም ተነስቶ እንዴት ሆነ ይሆን ይላል ማለት ነው። ወኢዛ ትሌት ዐለይሂም አያቱ የእሱ አያ ቁርአን ሲነብብላቸው ዛደትሁም ኢማና ኢማን የነበራቸው ኢማናቸው ላይ ኢማን ይጨምራል። ኢማናቸው አይሞትም ማለት ነው። ልብ የደረቀ ሰው የአላህ ቁርአን ሲሰማ ወኢዛ ዝክረ ላህ ወሕደህ እሽመአዘት ቁሉብ ለዚነ ላ ዩእሚኑነ ቢልአኺራ ወኢዛ ዝክረ ለዚነ ምን ዱኒህ ኢዛ ሁም የስተብሽሩን ምን አላህ እነዛ ሰዎች የአላህ ስም ሲነሳ በአፍራ የማያምኑ ኩፋሮችና ልባቸው የደረቀ ሰው ልባቸው ይሸማቅቃል። አላህ ይሳሰቃል። ልክ አሰቃቂ ነገር እንደሰማ ይሸማቅቃል። ልክ አንድ ሰው አደጋ ሲሰማ እውነቴን አደጋ እንዴት ነው የሚሸማቅቀው? ልክ እንደዛ ይሸማቅቃል። ሌላ አካል ሲወሳና ሲነሳ ግን ማለ ያኒ ሲወሳ መሐረማቱ ሲወሳ ምን ይሆናል? ኢዛ ሁም የስተብሽሩ ይደሰታል ይላል። ሙእሚኖች ግን እነዚህ ናቸው። ዛደትሁም ኢማናን ዐላ ኢማኒሂም ማለት ነው። በጌታቸው ላይም ደግሞ ይመካል ይላል። እነዚህ ናቸው የጤነኛ ልብ ምልክት። ልክ እንደዚህ አንድ ሰው ጤነኛ ልቡ ጤነኛ ከሆነ ምልክት ይሄ ነው። يخشع ويبكي ويتدبر كتاب الله عز وجل ولذلك كان يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله لباتشن بيطرا نورو አልጠرا من جي يا الله سبحانه لما شبعت من كلام ربها الله يجيتان قال بالتجبش نبره يقين يجيتان نذير بالتجبش نبر كل دني اند قرمات كل دني اند رابات كل دني اند نافقت ايتسمعش تنافقالچ ወላኪን ግን ልብ ልካፊ ምንም አይነት ተደብር ምንም አይነት ተፈክር የለም። በዚህም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? አፈላ የተደበሩን አልቁርአን አም ዐላ ቁሉብን አቅፋሉሃ። አፈላ የተደበሩን አልቁርአን ቁርአንን አያስተውሉም ወይስ ልባቸው ታሸገባቸው? ይቁላ ስብሓነላህ። ምን እያመለከተን? አላህ ቁርአንን የማያስተነትን የቁርአን አንቀጾች በሱ ላይ ምክር በሱ ላይ ምንም አይነት ለውጥ ማያመጣበት ከሆነ ልቡ እንደደረቀና እንደታሸገ አይነካ ማለት ነው። ሳቢካን አደም ተአፍሪሂ እንደዚሁም ምንም አይነት ለውጥ በሱ ላይ አለመኖር ነው። ቢሸይኢ ሚማ ሐውለሁ ሚነል ሐዋዲስ በሱ ዙሪያ በሚከሰቱ ክስተቶች በሱ ላይ ምንም አይነት ለውጥ አለመኖር። ለምሳሌ ከልመውት ወልአያቱል ከውንያ ሞትን ይመስል የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ዓለማዊ ተአምሮችን ይመስል ወልዐጃኢብ በጣም አስደናቂ ክስተቶች التي تمر عليه بين حين وآخر بين ألتو بين وقتو بين ساعتو بين سكندو بين هني تعمل يمي كسط الله أخذنا أخذنا منا أخذنا كسط على المكر على المجبر فهو لا يتأثر بالموت ولا بالأموات بموت عن المكر بموت عن المكر بريش أن تشتموا لي بشلع ويرى الأموات موت عن انترف رسول عينونا ويمشي في المقابر نقبر قبر وش تزن بلو لقواج شلال وكأن شيئا لم يكن من ميال التفسك من ميال التفسك ريوت الله شو متوشي لك عن لزاق دن
ተቀንጥሶ የወደቀ ይመስላል። የዛን ያህል እንኳን ስሜት አይሰማም ማለት ነው። ወልያ ቢላ በቀብር መሃል ሲሄድ ደግሞ ለጉብኝት ይሄደ ለሽርሽርና ለመዝናናት ይሄደ ይመስላል። በድንጋይ መሃል ዝም ብሎ የሚንቀሳቀስ ይመስላል። ልቡ የደረቀ ሰው ምንም አይነት ዒብራ ምንም አይነት ትሻጤ የለም ማለት ነው። ከመካል አሐድ ሸራ የሞቱ ሰዎችን እንቀብራለን፣ ነገር ግን ምንም አይነት ድንታ የለንም ማለት እኛ ነገ ሰርነች የሆንን አይመስለም ያል ማንኛውም ሰው ወከፋ ቢልመውት ዋዒዛ። ለመሳሌነት ግን ሞት በቂ ነበረ፣ ለምክር ሞት በቂ ነበረ። ወላኪን ግን ምን የተገበር ወላኪን ምን የተፈከር ሁሉም ሲመጣበት በእጌታ የረብ ቢዑን ከማለት ውጭ አያስተውልም ማለት ነው። ልቡ የደረቀ ወላኪን ግን እነዛ ሰዎች እነዛ ሳልሕ ጤነኛ ልብ ያዘሉ ሰዎች ግን በተቃራኒ ነበሩ። ምን ነበር የሚሆኑት? እንግዲህ ዑስማን ብን አፋን ቀብር ላይ ይሄድና ሳንወርቺ ዑስማን ብን አፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ሐታ የደለ ድሙዐሁ ልሕየተ እንባው እንዳለ ጽሙን እስኪያፍለቀልቅ ድረስ በኋላ ማይቼ ተድክሩ ልጀነተ ወናረ ወላ ሸኪ ወተድክሩ አልቀብረ ወተብካች ያ ዑስማን ስለ ጀሃነምና ስለ ጀነት ሲወሳ አታለቅስም። ለመሆኑ ስለ ቀብር ለምን ታለቅሳለህ? ኢኒ ሰሚዕቱ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القبر اول منازل الاخره. قبر مالك يا اخر عين جمر عدنا لمجمر من دبر عدنا هنا قبر يقبر فتنا يالك يقبر طاقه يالك نجا مترشه وطلهم قال مترشه قبر مكتو يونا بس سوى العياذ بالله حتى مترشه مكتو يونا الدنيا دي شنونا نسال الله السلامه. قال تعالى اللهم لا اولا يرون أنهم يتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. الله من الله ذكر إلى مناطق السنو سبب النزول إن بذين إلى السنة التقلل سنش كان أولا يرون أي ملكة من دي بي عامة يتفتنوا أنهم يتنون في كل عام بي عامة يتفتنوا ببشتاء بهنان نبرتي يتفتت يتلايو فتناوتي يمتعبتنا البي عامة في كل عام مرة أو مرتين አንዳንድ ጊዜ ሁለት ሁለት ጊዜ እየተፈተናል እንደ በየጊዜው በየ ተቀብዩ ወንጀለኛ ስለሆንኩን አይልም ነው ወይስ ደግሞ የተፈጥሮ ሁኔታ አልተመቻቸውም ይባል? አይ እኔ ሰውኖ ተፈጥሮ ነው ስላልተመቻቸ ወይም ደግሞ ተፈጥሮ ተዛብቶ ነው ወይም አንዳንድ ምክንያቶች ከመደርደር ውጪ ሌላ አያስተውልም ማለት ነው። ታዲያ አላህ ምን አለ? አያስተውልም እንዴ ትንሽ ይፈተኑ ከወንጀላቸው ተውበት አያደርጉም ትንሽ እንኳን አያስተውልም አያስተነትንም እንዴ ሁሉ ሲከሰት በማለት አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይወቅሳል። ኢዘን የደረቀ ልቡ የደረቀ ሰው ወልዒያዙ ቢላህ ካለው ምልክት አንዱ ምንድን ነው? በዓለም በአካባቢ በሚከሰት ማንኛውም ክስተቶች ምንም ደንታ የለው። ሰው ቢጨፈጨፍ ሰው ቢገደል ለሱ ምንም አይደለም። ዝም ብዬ የተገደለ ያህል ምንም አይሰማም ማለት ነው። እሱ አይነት አንዱ ነው። አራተኛ ይዝዳድ ወለዑሁ ቢመነጃት ዱንያ ለዱንያ ቅስጥና ለዱንያ ሸቀጣ ሸቀጥ ያለው ጉጉት ያለው ፍቅር ያለው ውዴታ እጅግ በጣም ይጨምራል ከእለት ወደ እለት። ይህም ደግሞ የልብ ድርቀት ምልክት ነው። ወለያ ቢላ ወዩሲሩሃ አላል አኺራ የዱንያን ፍላጎት ከአኺራ ያስፈልጋል። ከማ ቃለ አላህ ጀለ ወዐላ ከላ በል ትሕቡነ ልዓቢላ وتذرون الآخرة سو تتنقق وتتلقل الشراكة أما أنت قال الله عز وجل تحبون العادلة نجا وجاون بفتنة متخوانا جرد الدنيا أنت ودى الله سأل الله حبا جمع إن شك على وديك إن لم يعلى وديك لد يمنى قطع وديك تودى الله وتذرون الآخرة آخرا دنون دل تقول صلى الله سيستوى صلى الله سيستوى الله سبحانه وتعالى إن دزيون لما آخران رسوا عليكم دنيا ما تبلت ከዱኒ ከአኺራ የበለጠ ዱኒያን ማስበለጥ የልብ ድርቀት ምልክት ነው። ወዲያሉ ቢላ ወትስቢሑ ሀመሁ ወሽግሉ ሻሩ ዱኒያ ምን ይሆናል? ሀሳቡ ጭንቀት ውሱ ነው። በቃ ትልቅ ከባዱ ስራ ውሱ ነው የሚሆን። ወተኩኑ መሳሊክ ልዱንያዊያ ሚዛን ፊ ሑብህ ወቡግድህ ወዓላቃትህ ማዓ ናስ ከሰው ልጆች ጋር ያለው ግንኙነት አንድ ሰው ልጅ እሱን የሚወደው የመውደጃ እንደዚህም የጥላቻ መለኪያ የሚያደርገው ምንድን ነው? ዱንያ ነው። በዱንያ ከረዳኸው ወዳጅነት፣ በዱንያ ካረዳኸው ዱንያ ላይ ስልካልክበት፣ በዱንያ ነገር ካረዳኸው ጠላቱ ማለት አንተ ነህ። ይገኙነት አንተን የሚወደ ከአንተ ጋር የሚገናኘው በዱንያ ጥቅም ከተገናኛችሁ ነው። ወአማ ዱንያ ላይ ጥቅም ላይ ካልተገናኛችሁ ዞር በልክ እዚህ ብሎ የሚጥልህ ማለት ነው። ፈየኩኑ ፊህ ልዕዝ
ምቀኝነት በውስጡ ይኖርበታል። ከዚህ የተነሳ ሰው እንዲበልጠው በዱንያ አይፈልግም። ምቀኝነት ይመጣል። የምቀኝነት በሽታ ታዲያ ከምንድን ነው የሚመጣ ማለት ነው? ከልብ ድርቀት ነው። ወዲያ ቢላ ወልአናኒያ እኔ ብቻ ይላል። እኔ ብቻ ይላል። ሹ ሳሊሆች ሙእሚኖች የአላህ ሰዎች እኔ ነፍሴ ነፍሴ የሚሉት የትኛው ነፍሴ ነው? ፊል አኺራ ወአመ ጣሊህ ወአመ ልፋሲድ ወአመ ልፋሲቅ وأما صاحب القلب الميت وصاحب القلب القاسي لبوا إلى الرجع يموتوا لبيا الزرع منافق يونو خالص يونو مكتوح يونو الشاق أني من ممتنو في الدنيا شتان بين الصالحين والصالحين مكتوح سنة على الكوصول مكتل يعلو لي منك من أن يعني سما بين السماء والأرض لكن بس السماء إنا مدر يعتلنا وريكتنا سبحان الله فنسأل الله السلامة والبطل ሽሽትን ይኖርበታል። ወሽሽ እንደዚሁም ቋራሪነት ሽሽትነት እነዚህ ሁሉ ይገለጻሉ። ከዛ በኋላ ማለት ነው የልብ መድረስ ምልክት ናቸው። እነዚህ ምን ሸገረ ወንጀል ሁሉ ማዕሲያ ሁሉ የልብ ድርቀት ምልክት ናቸው። ወልዒያዙ ቢላህ ኸሚሰን የድዕፉ ፊህ ተዕዚሙ ላህ ጀለ ወዓላ ለአላህ ያለው ክብር የደከመ ይሆናል ማለት ነው። አላህን የአላህ ታላቅነት እሱ ጋር ደካማ ይሆናል። وتنطفئ الغيرة لإسلامنا لو قرأت لنا مقرقر مبالغ نجر جيت أفال درات الأفا وتقل جدوة الإيمان يا إيمان سلام تلو ينسي هنا يا إيمان درهانو ينسي هنا يمن من يموت هنا ولا يقدر ينسيك سبحان الله يا الله منزل يا الله دنبر في الشاش الله يسلك ثلاثة محرمات الشكر أي نبدل أي قصر خير المنكرات منكر يهون حرام لعال ሙዚቃውን ያያል፣ ሙተበረጆችን ያያል፣ ሙሐረማት የሆኑ ነገሮች እንዳለ በፕሮግራም ያያል። እንኳን ተቁመ ያድርበት ስምና ወላ ተሐርክ ፊ ሻፊና አንድ የተረጋጋ ነገር አንተፈጠስም። ልቡ ትንሽ እንኳን ማርضى بالله عز وجل وانما يرضى لنفسه የሚቆጣው መቼ ነው ግን የሚናገረው መቼ ነው? የሱ ክብር ተነሳ ነው። የሱን ከተነሳችማ መሬት ሰማይ ምድር ይቆማል ማለት ነው። የሱ ጥቅም ከተነሳ አበቃ፣ አገር ይቃጠላል፣ አለም ሰው ይሆናል ይችላል። وأما منكر في الشراء محرما في الشراء من الدنسان يورهم مالكين ويسمع عن الموبقات أكيه من كبائر الذنوب فلالك وانجلت من شمال وكأن شيئا لم يكن من يلتفت علي مثلات شرك في الشراء يا الله في ذا في الساس شو إثباتك علي بجد في الدبل شيء يا محرما في الشراء شيء من الدنسة اللهم لش من المال الله عندهم حتى عند الزمان عند الباسم مالك እንደ ልቦለድ እንኳን አያስበው። አንዳንድ ጊዜ መዛ ልባቸው የረቀቀ ሰዎች በልቦለድ ተአስሩ እንኳን ይሆናል። እሱ እንኳን ልቤ የረቀቀ ሰው ወልዒያዙ ቢላህ የዛችን ያህል እንኳን ልቦለድ ላይ ተአስሩ እንደሚኖረው ወይም ደግሞ ድራማ አይቶ ተአስሩ እንደሚኖረው ሁሉ ልክ እንደዛ ከዛ በበለጠም ተገባነት ምንም አይነት ስንሳር የለውም። ወላ ላ ያዕርፉ መዕሩፈን ጥሩን ነገር በጥሩነት አያውቀውም። ወላ ዩንሲሩ ሙንከራ መጥፎን ነገር ደግሞ አያረግም። ولا يباري بالمعاصي والذنوب وانجب الشراء الشراء دنسا يلاو يهلي لاو يدرك لد عند شو لبو كدرك فمي كل من الكتوش عنده يهنا مالك شد الشنيا الوحشة التي يجدها صاحب القلب القاسي يا لبو يدرك شو بشن النتي الشماء بشن النتي الشماء بشن يلي نطلع على مولو تشتغون ويضيق الصدر لبو يتشنكال والشعور بالخلق والبيت بالناس يتشنى النقال በቃል ግራም ዳባት ነው። ካንተ ጋር ተነስተናንቆ እዛም ሲሄድ ተቀናንቆ ለዚህ ምን ይቆጣ መስተናነቁ ብቻ ነው የሚስተዋልበት ማለት አንድ ደስታ ሳይበት ደርሶ መጨነ ቀጥቶ መጨነ ተኝቶ መጨነ መሐረማት ሰጥቶ መጨነ ጭንቀት በጭንቀት መሆን ነው። ወላ የካድ የኽንኡ ቢዐይሽን አው የኽንኡን በማንኛውም ህይወት ሽረካ አሳየው ሽረዳዳ ማሳልኛውም ፈየበሉ ኸለቀን ሙተዋትረን ምን ኩል ሸይ የተያያዘ ቀጣይነት ያለው ምንም የማይቋረጥ የሆነ ጭንቅና መከራ ላይ ተዘፍቆ ታገኘዋለህ። ሁሉ ግን እንደተቀመጠ ነው። አንተም አይደለም ሌላ ይቅርና ይህ ልብ የደረቀ ሰው አንተ ጋር ትቆነት አንተ ራሱ ትጨነቃለህ፣ ትታበዛለህ። በከሱቴት የሚታነበው ጭንቀት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ጭንቃጭን፣ መከራ፣ ስቃይ፣ ችግር ብቻ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ልቡ የደረቀ ሰው ማለት ነው። ይሄ ሌላ ምልክት ነው። ሰባተኛ አነል መዓሲ ዕንደሁ ተዝረዑ አምሳለሃ የእሱ ወንጀል እንኳን ሊቆጠብ ይቅርና የሚሰራው ወንጀል ሌላ ወንጀል ይዘራበታል። አንድ ወንጀል ይሰራል፣ ይህ ወንጀል ደግሞ ሌላ ወንጀል ይገራበታል። ወንጀል ላይ ወንጀል ከወንጀል ላይ ወንጀል እንዲጨምር ነው የሚያደርገው። ወይወልዱ ባዕዷሃ ባዕዷ ሐታ የስዐዱ ዐለይህ ሙፋረቀቱሃ ከወንጀል ወደ ወንጀል አንድ ወንጀል ሲሰራ ሌላ ወንጀል ሲወል አንድ ወንጀል በመስራት ሌላ ወንጀል ሲቀጥልና መጨረሻ ላይ ለመላቀቅ ይቸግረዋል።
وتصبح من عادته فيصبح المعاصي عادته والعياذ بالله. فزال دي هنا لك ما تنفس عندما تنفس عليا عندما تنفس قال لا يهون الله تعالى يهون النبي هنا من جمال الشباب عبدك نظر من دنه خير ما سألنا وأما من جد لك عندما بل عندما تتكرى نظر أدربه يكترى والعياذ بالله نجد اندري وانا وانا للب درسك ملكتو شكبلو يميجلسو ناشا عند شو لبو دركة عند شو لبو ثمنا عند شو لبو بشيطان يومين لنبان فلنسكن دنيا ملكتش مكافر إن اللي هناسو فلنسأل أنفسنا قبل أن نسأل والمحاسبها قبل أن نحاسب إن الزيه ملكتش بنيا لعلو ويشيلو خلو مكتير من دنو عند شو يوانا دا شكاف ينجر اللي عينت دا شكافتها إن الزيه ملكتش خلو بك تبالع يا قد ملكت يزا بشكا تركات دارون موتا عنده ملكت خلقت سرارة حكم بيكيرو لا ملكت أرى عند جهاية ملكتها يتخلونا بشكا وياسا ينوز أدن مربون بيلا لما هو منيا النجي بشكا ملكتوش على الدين ويش يلدن على الدين ويش يلدن خلق للدين فدها ونعمة فدها ونعمة الله اندار الأبد للنما تنجبا خلق الدين الساعة عندك من دلنا مرتهيون شبابه من دلنا انت اللي قالنا بيكم تلي عندك عند نجر عند الشكا تستمع በሽታው ይሄን ተብሎ ከተነገረ በኋላ ምክንያት ግን ምንድነው ብሎ ማወቅ አለበት። ወኑ ዳግም ያንን ነገር ሰርቶ እዛ በሽታው ውስጥ እንዳይገባ ማለት ነው። ዳግም ያንን ሥራ በመስራት እዛ ሥራ ላይ ቀርቦ ያን በሽታ መልሶ እንዳይለቀ ዳግም ሁለተኛ ተፈረከሰ ከመጀመሪያው የባሰ ስለሚሆንበት ማለት ነው። ይበለ ማንነት ይበለ እጥንቻየን ኃይል እንጂ ገደለበት ይመጣል። حتى المعاصي للذنوب ወንጀል እንግዲህ በአጠቃላይ ምን ማለት እንችላለን? ወንጀል ሁሉ ማለት ነው። ወንጀል ሁሉ ማንኛውም ወንጀል ማንኛውም አንድ ሰው ሙእሚን ሰሙን ባህሪ ውስጥ ያለ ይሰራ ስራ ካለ የልብ ድርቀት፣ የልብ መሞት፣ የልብ መደራረቅ፣ የልብ ከኢማን ጎዳና እንዳለ መራራቱ ያመለክተናል። ወልዒያዱ ቢላሂ ተዓላ እና ምናልባት አንዳንድ ጋር ብቻ መስራቱ ጥሩ ነው ላይሰኝ ይችላል። ኢባዳውን ሲሰራ አሳምሮ ካልሰራ የልብ ድርቀት ምልክት ነው። ወልዒያዱ ቢላሂ ኢባዳውን ሲሰራ በኢባዳው ጽፍና ናርካ ካካላገኛ አሁንም ልቡ ላይ ችግር አለ መፈተሽ አለበት ማለት በመርመር አለበት ገና ችግር አለ እንኛንም እየመሰለ ውስጥ ውስጥ እየወሰደው ማለት ነው። ውስጥ ውስጥ ደግሞ ምን እየበሽታ በጣም ከባድ ነው በጣም አደገኛ ነው ከፍተኛ ነው የሚሆነው ወልዒያዱ ቢላህ የኢልምስ ሙሊኒ መግባት ብቻም ችግር ባጠቃላይ ወንጀል የተባለ ሁሉ ማዕሲያ የተባለ ሁሉ በኢባዳ ደግሞ አለመርካትና አለመደሰት የልብ መድረክ ልዩ ምልክቶች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። እነዚህ ከሆኑ እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ እነዚህ አሁን የተጠቀሱት ብቻ ናቸው ማለት አይደለም። በጣም ብዙና በጣም በርካታ ነው ዋና ዋና ተብሎ የሚጠቀሱት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለ ያህረት አስወሰን አን ስነቁርአና ምልክቶች የምናነሳው የሚለው ለጥቅም እንግዲህ ያንኛው ወንጀል ምልክት ነው። ያው ደግሞ ለምናየው አሻቢ አሽከር ቀልብ ይሆና የልብ ምግረት ምክንያቶች እንደማን ናቸው? ማንኛውም በሽታ ምናለን ምልክት አለ ምንጭ ያለ ምራምት ምኖራ ልክ እንደዛ ሁሉ የልብ ድርቀት በሽታ ነው ባና ሰውነት እንደሚታመም ምን ልብ ይታመማል መስታወት እንደሚቆሽሽ ምን ይቆሽሻል ልብ ይቆሽሻል በለጥ እንደዚህ ልብ ይዛል ለእያን ዳንዶ ምክንያት ይኖራል ሰበብ ይኖራል ዒላጅ ይኖራል ማለት ነው። ታዲያ የልብ ምድረት ሰዎች ምክንያቶች ምንናቸው? ያትም አንድ ነገር ምክንያት ተታወቀ ያግም ሁለተኛ በሽታ እንዳይመጣ ያ ነገር መልሶ ያንን ቦታ እንዳይይዝ የሚጠቅምና የሚረዳ ስለሆነ ሲደግም በጣም ማወቅ አለበት አንድ ሰው መድኃኒቱን ተማውቆ ለመቀመጥ ለቀሰተል ቀልብ አስባብ ከፊያት ነው መሳጀዳ ይላል። ልብ ለብሮ ብዙ ምክንያቶች በርካታ ምክንያቶች አሉ። ወዳዱላ አክሰሩ ኩቴራ ከሚላቀው አንዳንድ ምክንያቶች ሰዎችና አንዳንድ ምንጮች የተወሰኑት ከተወሰኑት አደገኝነታቸው የበለጠ ሊሆን ይችላል ከፍተኛና አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። የተዛቡ አስረቱ ኩልና ተዓደዱት ለአስባብ ሰዎችን የተመሰሉ እየጨመሩ በመጡ ቁጥር
برسلنا بشتاء اياددة ايات امرين يتعال معنا الذي مكواتش انما انما تشو ولعل اهم هذه الاسباب ما يلم برزقن كمكواتش اتشتابلنا وانما مكواتش مكتل يمتشتب اسماتشو ان شاء الله الكريم اولا يمضمرا تعلق القلب بالدنيا والركون إليها ونسيان الآخرة لد يمضمرا جريس كرب رسات من سيئة مكتر من كسر لد ودنيا لأينا مكتر من الله كدنيا جانت كشاكر لد انبذين دمو كير دنيا مكتبا لدنيا مدبجة ما آخرا من مرساتنا يجي الغروس لإيمان بثمث للدين بثمث كمتجلسوا وعما وعما ونشي اسمه حكم عنده يمتجلس أين عارفنا وهذا من أعظم الأسباب التي تحصل القلوب لبن كما بثمث مغلس صلاة الله لأن الله مثل أسمه للدين إسلام عارفنا يمن فإن حب الدنيا إذا طغى على حب الآخرة تعلق القلب بها يبنى وديتا يبنى فكر تلبو ديتا آخرة وديتا يبنك بندر يالك كلنا يآخرة وديتا نزان سبتا لبو يلن من ينزل نشدهم لبو من تلتلت بدنيا لهم لا نسمع نجاني ردتاو أن رحمنا وبيتا وداد الله يمن ابدها لهم لا نسمع ويؤثر إيمانه شيئا فشيئا ويؤثر إيمانه شيئا فشيئا بندت إيمانه يرسل إيمانه يموت إلا سيذكر المحل لا نسمع حتى تصبح العبادة ثقيلة من الله دنيا من الآن وبيت أخيرا كمرشاك يتنشى يمشارك شرع عبادات حصل شيء من المغالب يصل الشرع يتصل الشرع إلا أسألنا أن يتسألنا من بشراء درجاء ويجب لجة وقليام في الدنيا اتكتر جسر من الدنيا بات قال دنيا لا دنيا للجل قلة الله بكرة دنيا لا دنيا للجل لفات الله تبات من الدنيا المالكنا وفي خدامها لدنيا يبدأ إيه يرتبه من ذلك شلع من يدينه حتى ينسى الآخرة أو يتاب ينسى الإله لله يشرح شلع من ذلك الدرجة من ذلك آخرا شراشي ركر آخرا شراشي فاتنا كذبوا على من ينات يجمع من ذلك يدرسل يرتب عن هذه من الذات تستنى من قراشي من الناس يرشع المالك يجمع الدع شلع الله إما فاستنى عن ذلك شكيت عيشة طيب بجيس عدت هذا يجراشو ولا بشيطان يا مكاب يجراشو ولا عدد مننا السيئان والشيطان من الله فكرة مالك ومن دنيا مالك رسول عليه الصلاة والسلام دنيا مجتملت كتاء ومشل دنيا فوتشون تشن نبور مناره فإيش عبد الدنار وعبد الدرهم مالك يدن جبار لها يوركل عليها ويدرب عليها أفصى مالك رسول عليه الصلاة والسلام دنيا مالك يبنر سيئي يدرسو كتن تلتلت بك لرب مدرك خلق من شيء الله دنيا مالك لدنيا شيء مدر من دنيا رسول عليه الصلاة والسلام إنما رسي أحدكم ما كانت الدنيا مثل جاد الراسل لدنيا لا يذكر الله لأن من يسوم من يلقى من دنيا لبت عند من دنيا من دنيا من رسول عليه الصلاة والسلام بسم الله عز وجل في حديث قرشين من دنيا إنا أنزلنا المال دنيا عند الذي أوردنا من قام الصلاة وينتهي الزكاة صلاة من مصدر زكاة من مصدر دي إن جان مصحر لنا ورسان من ابن آدم واري لسولينا ليسولي قال الله عند سلطان دي بنورا ويقوم عند خطك الحق من ورا واحد باع يكون الله إلى المسلم فلسط من ورا من المرا ورسان يهو وديان لا أحد باع يكون إلى الهما ثلاث فلسط تصدم مبادل شرط من المرا ولا يملأ جرس ابن آدم إلا التراب وشيء بجنه
ወይም አቁም የሚመላው አቅር ደግሞ እንጂ ምንም አይደለም። በቀኛ አቅር ምናልባት ደሞች በቀኝ ካላለ በስተቀር ማለት ነው። ሞት ካልያዘው ሞት ካልዘጋው በስተቀር ማለት ነው። እንግዲህ ዱንያ ማለት የዚህ ያህል ሸንጋይና የዚህ ያህል ከባድ ናት አደጋ ማለት ነው። ታዲያ የወደው እንደው ቆይ አንደርስል ሌላ በሽታ ያስከትልበታል ማለት ነው። ምን ማለት እድሜ ያን ተሽታው የረጀመ ተሽታው ማርዘም ይጀምራል። ተሽታው ማርዘም ደግሞ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ተሽታው ማርዘም አደጋ ነው ማለት ነው። ለምን አዋ ምንድነው ያለው? እነዛን ሰዎች ዘውን ያكلوا ويتمتعوا ويزينوا العمل فسوف يعلمون شاء الله يبلوا يتقوا يتقاتموا ደግመን ተስፋ ያዘለ ያዘናጋቸዋል። ተስፋ ይጫወትባቸው ከንቶ ያለው ኢንሻአላህ አይቀርም። ዋጋቸው ይጠምሳል ለላሁ ሀይዘል ለዚህና ወቃል علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان يتما خاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل اني علي ابن ابي طالب በእኛም ተራው በጣም እጅግ በጣም የሚሰራው ነገር ነው። በጣም ተሰራው እንደው ስሜት የነጠቀኝና የተስፋ መርዘኛ ለምን ፈአመቱ ዳዕሃ ፈይሽድ አለ الحق ስሜት የነጠቀኝ ሐቅ ተረክላል ሐቅ እንዳይቀበል ሰው ይሆን ነገር ያለ ተስፋ መርዘኝ አኺራን ያስረሳል ይላል አላህ عز وجل ሐቃ እነዛ ሰዎች ልባቸው የደረቀው ትምህርቶች ይናገር አላህ ሙስሊም እንደተመረጠው ይነጠቅ ثم من دنيا الله فطال عليهم الولد فتفتنهم بدأ يرجم الباتشا مرداتشاهم بالرسولة شعوله بالجبو لاي لبن مري لبن دعوني على بيشة كنت ترسلة فلنيا فترنى ودكا دعا بيشة تتجازة من ولا يتشتع بردون بشتا يزمرا المرنى لما اجتمعت هذه البلايا في شخص إلا أهل فتش لدنيا وبيتا بسر لعاقل عقل النشاط لدنيا مركات يا من يلمتن لا تسلع معرف ተሽና ማድረግ እንደዚህ ነገሮች ከተሰባሰቡ ባንድ በለሰብላ እነዚህ ይወዳላ በላ ለማንም በለሰብላ እየሰበሰቡ እንዲያጠቁት እንጂ ይጣቃል ፍዱኒያ ወልአኺራ ወልዒያዱ ቢላህ ወዱንያ ሺዓዱ ማ ማማል ቀልቢ ኢላ ዋሂድ ሚንሃ አው ይስተህዋሙ ሚና ባዕዳ ዱንያ ማለት ደግሞ ልክ ሰንሰለታማ ሸራር ይመስላሉ የተያያዘ ነው ጉዳዩ አንድን ለስሜቱ ما مال قلب الى واحد منا لبود عند بالله ولا عند مجالو جنبرن الا استهلاه لما بعده لم تتكثر الصبر دي شتاي انت الكرم مالك دنيا شركان واسطار وين جنب بده قاعد بده قال له دنيا تكو بجنب كمان جنب قادنيه مين جنب ما بده تراسو وين تشجرحل وده سلطان مثل ما يشجرحل سلطان مثل ما بده وده يشجرحل وده ليلى حياه يشجرحل مالك አንድን ሲታደም ወደ ሌላ እየተጠባበረበ ይቻለት ባህል ዱንያ ማለት ፍርንጫፍ ነው ያለው ወይም እንደ ተራራና ሸንተራቃና ተራራ ይታያዘኑ ጽመ ኢላና ባዕዳ ከዛው ለይቀጥላ ሸግራል hatta yabda'id 'an ahli al-jawdan ለነ ሰዱክ አላህ ሽሩጥ ደረጃ አደረሰና ሽሎ ተሽለተሽ ሽምሱ ተመረሻ ካላህ ጋር ተራርቶ አያ ረብኩም الاعلى የሚለው ደረጃ ላይ እንዲደርስ ወልያብላ ታዲያ እዚህ ሰዓት ካላህ ሽሩ ወእንደሃ ተሽፈቱ መካነቱ ወንደላህ በዚህ ሰዓት ታዲያ ካላህ ሽሩ እንደዚህም ነገሮች ብዙ ሰዎች ያደረጉት ምን ሆነል አላህ ግን በላይ ደረጃ ይወጣል ክብሩ ይወጣል ለቤታ ይወጣል እንደለ ይረዳህ ነው ማለት ያላ ይባልላህ ብሁ في اي واد من اوديات الدنيا وكل عياذ بالله አላህ ለሽደን ታኖረ في اي واد من اوديات الدنيا ዱንያ ሸለቆ ዱንያም ሸለቆ ስለቶ የኛው ምራ ይወጡ ይፈልገበት ካለካ በዱንያው ምስክ ዱንያው ምስራት ዱንያው ይባሉ እንጥፋቶች እንዳለ ይፈልገው በኩል ቢጣፋ አላህ ገንተው ሰገድ ነው ቢጣፋ ሰገድ ነው ወን ደሞ በራሱ ቢሞት በፈልገው መልኩ ቢሆን አላህ ለጃን ሰው ይሁን ታሽቱ ነው ያለውና ሐቃ ሰማይ ምድር አያርፍለት አላህ ለዱንያው ምቀኝ ሰላም ነው ሲናገር ማለ ሰማ በቅት አለይሁ ሰማዊ ወልአር ወማ ካን ምንገን ሰማይ ምድር አላለቀሰችላቸው ሰማይ ምድር የሚያለቅሰው አላህን ትክሬት የሚሰጠው ለማይሰው ነው ለኢባዲ ለዲና ላ ንቅሩ ቢልላህ عز وجل አላህ እንደማስተዋል ልባቸው ለተለቀሰ ሰዎች እና አላህ عز وجل ቤት የሚሰጣቸው ማለት ነው ወአማ ያደረቀ ሸሽ ሳድዐ القلب من الله القلب القاسي በጣም ሩቅ የልቡ ለማለት የትኛው ልብ ነው ወይ የትኛው ግለሰብ ነው ተገላለ ልቡ የደረቀ ሰው ነው ወልዒያዱ ቢላህ ተዓላ
إن هذا العبد يرسل إلى كذب وهل مشي ربه الله مريك أن جيد أن تقالوا مالكنا وأقبل على هذه الدنيا مذلا لها ومخلنا الله مرسوه رجل دنيا في سنوانجرة من الله الرجل دنيا على قرب دنيا أكبر مالكنا فأقبل ما لا يستحق التعظيم ما أقبل ما لا تجل اللذة على كذب واستهان بما يستحق التعظيم والإجلال والتكريم بالسبب بيطال السكر ويطال السكر بالكتر والمجدد باوندن استهان بها كلا على وارثنا كلا بلو زور ما يعين سلجيه سيئر قلنا لكنا فلذلك كانت عاقبته من أشع العواقب سلجيه لو سلجيه لو يجي شويه قطعت فلذلك سلجيه يجي شويه قطعت فقطعت التوات تسلي قطعت من المتأمت والعياذ بالله الله يا الله انت لو عشان نسو يبني انت لو عشان نسو دنيا ما لا تقف هنا شوف دنيا دنيا تقف هنا ودنيا كلها درجة المشرق كلها يجي شيء يغني ويشتري ويجي قلة لدنا المجامنا وكلو يقول أحد السلف ما من عبد إلا وله عينان سيتم ما يبشر به ما أمر الدنيا وعينان في قلبه يبشر به ما أمر الآخرة من منهم جل سبي الله من منهم دنيا تركها يبش هكذا نسألتنا وقت أن نقصد تكون بكم دار لا يمدني لكن لا يمدني وقت أن نتشل لا يبشر به ما أمر الدنيا يبني أن أعلم قد دار يمني ملكة الدار سوى وقت أن نتشل لا وعينان في قلبك بل البوس بالله هناك عين الشعر لكلا هناك عين الشعر للبوس الدنيا له يبشر به ما أمر الآخرة يا أخوان قد دار يا أخوان في يتابل من ملكة يمني الدار هناك عين الشعر لكلا فإذا أراد الله بأبده بأبد الخيرا عند سوء الله عز وجل بعد أسر كالشر بعد يوم سروا منهم تخلد من أدر الله فتح عينيه اللتين في قلبه لكتوب الدوش يالك الأين صلى الله عليه وسلم فأبشر بهما ما وعد الله بالغيب الله عز وجل بروك يا يسبتهم كتور يسبتهم أكتمت لك الغيب نظرش من ملكة السلام عليكم سلا أقرى لكتن لا يمنون ما لا تسلم عليكم سلا جميل سلا جهنمه سلا سلاطه سلا فرائيوش يوجد سلام عليكم سلا لكتن نظرش بعد تعلم ما لا تسلم اللهم بالملكة ترجال وإذا أراد بأجل وعود ذلك فجيوك شلال الله دمونا ما يأخذ الشلال براسو في الله جوك تنشات سبالي على سنة جنبرا عبدوسنا لكنا كما قال الله فلما أجابه أجاب الله قلوبهم ثم تنسلقوا الله ثم سبحانه وتعالى عندما يمر لا تلك من هذا الجل صرته على ما فيه بل لبكني قال الفوال دنيا دنيا لي على ما رسنا يوست برامن لبن كابر عليك يشتعمل يوست نتشان بذر عند صلى هذا الجل ثم قرأ فالجعب على رسول يو أحد شهر وثلاث من دنيا قرأ وين آية قرأ أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن يستورد ويس لبات سورة تشهد الباتش لبات سورة تشهد الباتش ينبيلون من مالكنا يردون آيات شهر لبوش ينبيلون آيات شهر أفعل يردات سورة عند آيات هذا الرجال شهر شهر بها قرآن من ملكة خيشنا من ملكة مجردون للشانة دنيا من الشانة يميان دنيا من الشانة يمين ملكة يوشانة شهر لنجي يوستيكت سورة انشارة مالكنا دنيا من الله دنيا من الله كن دنيا سورة فأخرى يلد من سلسلنا لا يكون ولا يلد من سلسلنا آخرا سلاما آخرا مرشد آخرا سائل من ملمسه مع أن الله عز وجل اختار الآخرة يحذر خلقه فسكرا من نور مطلع ونسي رسول عليه الصلاة والسلام من دنيا الله يمرق الله سر آخرا من له وللآخرة خير لك من الأولى آخرا برجتن كما جمّر أو علم من الله لا شاء الله فدنيا ذلك لو آخرا فلنك درجة للأنس بما كلها كان من الله حسوسا نختار الله الخلود في هذه الدار لجل علم الله عز وجل عنهم لجل علم من ورم بيه لمنهم المرقا وما كان بشر من قبل الخلد يا الله لما منين من جداد وصال النتنع رقم تعالى ذكروا من ولي الله لجل علم لكم كل من عليها كان يتعود ربك إذا دنيا ملك حتى داتنا حتى الله شرب الناس النظر من دنيا رب كلا بالتحبين الآجرة حتى ذاك عن دنيا في الدلة سنانة آجرة يتعجل بأهلها وتجول ما أسرع جوالها إنما مثل الحياة الدنيا يا الله فما إن أنزلناه من السماء فاختلط به لذات الأرض فأصبح هشيما فذوه الرياح إلى الله جودا إننا ملئ يوجد أن يتمشى إلى الله إنما مثل الحياة الدنيا فما إن أنزلناه من السماء
يكفى السماء إلا ورد نزل عبد الله فاختلق به نبات الأرض يجب أن يمجر بقايا جزء لكم يقول السيلة يما لكتب بقايا للسلام عليكم كذبها شوف حتى إذا نزع إلى الله ستره حتى إذا أخذت الأرض بكرتها يريد بكام باش مرت الشمع والزينة باب تسجدون ورمنا أنها أنهم قادرون عليها ولرسول الثاني يعمل بلو شبر عزين سلام بلو مرتدين سلام بلو حق ما قلنا لهم ما ترسلن بلو شكة بطولة الله حتى أمرنا ليلا أمرنا الله ونشكل منهم بيكل لما تجاجي مطعمنا من ولاد فجعلناها حكيدا تألم تغنى بالأمش فلم تنبل البريء حكرا نفسر من الله دنيا مالك لكذا جاءت مثال الله ومثال الدنيا ليست دار الفلوس بل إنها دار المرور ومش هذا العدل الجود ومش هذا العدل وما لك هذا الجي وزرار من نور الظاهر الله سرجو كيف يعلق يدر قلبه بها عند خير الدين ليس أن تبتها الباسرة حتى يكون شرد اللي تشرف قلبه والعياذ بالله لنبدو مجرد من شيء ما مكناتش في الدنيا بلاش ان بيت الذي درج البشر والدنيا نردني ما كيف تفعل بأهلها ولو يجارك يقول أحد الشهادة فسلم تمس علي من الليل بلا تدر من الليل دنيا من عشر صابقة تدر من الليل دنيا عندي عندي سون در الشوي عندي سيشو عندي لنشا عندي ناشتكا عندي ناشتكا ويطارس من دم الله وطيالي ودنيا المبدد لدي نورين يلن ينترك الشو بلا تدر من الليل فلت الله غسلان فلت الله ولد بمدرد شرط مكنات يميون من دنو مزدنا ذات نو لنجو من الموالدنا ويداء الوضيل حسيب الشتان الله بالآن صدار النار الشدار يمين الشتان غفله المبارة لجر والعياذ بالله ومرض خطير بالآن عدد النار بالشتان الله بالآن صدفت النار عدد النار بالشتان من كتبارة غفله المبارة لجر والعياذ بالله إذا استحول على القلوب لدين اندالك تتكرر وصلا يبالو مزنادات زنبو يبالو مزنادات يبالو ده بقام كباب ميلا وتمثل من النكوز سمساشتو نكسر لدينا شبو نسحيش تدكتو نتمثل قده ونسل الهاتف وقتعشر الجوار الشر الأدان سونتن ياندان بي سونتن كتل مطباطر تشعلان مطباطر تشعلو وصلا يبالو بشتان بقام كباب الناس تتنين ولا من هذا الشيء أجزاء الانغلاق كل أبياد الهلاية غسلة تمتعمل في الزنابات تمتعمل من هنا الغسلة تمتعمل عياذ بالله يجد على ذرهي اندي زجاج يشير من الناس ذرهي اندي زجاج يا ذرهي وشتون التبع والختم على القلوب لد بالتشرب من دم الدين التعدد أي المرأة هل تعدلون من يلو نفسه من دين التعدد اندي التشرب البيت مترش علي يا برشاء الله إلى كما قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون الله عز وجل فلم نزال بس شيء الرسول فلم يجمعوا بل من نبر بدهم ذلك أولئك النزلت ملك الذين طبع الله على قلوبهم الله أهدر بس ولا يشهد بس شيء نفسه فإذا لا يستطيعون أن يفكروا في الحق حتى لا يشعروا يحسن السمع الشمل مبدا تشرك الشرك بس والعياذ بالله وسمعهم بدعوا الشرع تشغل لا يستطيعون ان يسمعون الحق حتى انفتهم مش ما تشرك مالك بيتروا بيبالوا مش ما تشرك زوراتشو بنتوا الشرعوا مالكنا وابصارهم عين الشرع تشغل بس انبتطوروا سنجردوا عن مالكنا لا من دلنا انبتطوروا سنجي حتى ما تشرك مالكنا حتى ما تشرك مالكنا وأولئك هم الغافلون إلى الله برجتهم جنبوت مالك إلا جنب نفسك الله جنبوت شنب لكل شيء من الدرم الزيارة لدى الشيء ما يتنفل زيارة الشيء يلما أدام متحكم أي ما الشيء ما حتى المعيك يلما يتنفل إلا الله يتنفل من دين يوم الاتفاق هذا غسل أحمد غسل من الذي نمرت كل من شيء وانا من الذي نمرت كل من اللي تقول يدار رضا المالك فشلة شزنادا يدرس علي لبوته يتشهد التواصل الله كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يرشدون لبس علي ترشدوا يعني يدر لبوته يتشهد على الرجال من دون الله يشهد في البلدات يتشهد في السفكة في النار يشهد الشرعان الى الله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم رحمه الله واصفا حال اكثر الخلق يعجلنا في القرآن باري وابلت ابن القيم رحمة الله عليه شجل سنبذل ومن تعمل حال هذا الخلق بذي ألم لا يلو فتران يكتوار الناس تنسوا ورد من كلهم إلا أقل القلوب من الغفر القلوب من عند ذكر الله تعالى عبد الله